الله الرحمن الرحيم. عندنا القفطان ديال اليوم غادي يكون قفطان ديال حرية البحر. المقاييس اللي غنخدمو بيهم اللي غادي نحتاجوهم قياسة عادية زيادة على خط الركبة. عندنا في الكتاف 19 صدر 26 طول 160 كمام 60 خط الحزام خط الحوض يعني ربع دورة الحوض تركيز والركبة. الركبة كتعبر من خط الحزام إلى غاية الركبة يعني من خط الحزام ديالي حتى الركبة ديالي من هنا كتحصل. أو الخطوط الأساسية كيف العادة عندنا الصدر ديالنا زائد واحد هنا التركيز هنا خط الحزام هنا خط الحوض. قفطان غادي نحط لاباز كيف العادة كيف موالف أنا رسمتها ندخلو بجوج في خط الحوض الحزام نحسب الحوض ديالي نلاقيه بشكل مقوس. انطلاقا من خط الحزام كنحسب الركبة. دابا الركبة حسبتها من خط الحزام حتى عندنا فيها 64 يعني 64 من هنا. القفطان ديال حرية البحر خط الحزام عندنا فيه 38 ياك هنا والركبة عندنا فيها 64 حسبناها هنا دونك هادي حرية البحر. كي كيجي في الصالة تو دابور يعني كنبغيو السلاطة تكون طاي متناسقة يعني ما تكونش الكرش ما يكونوش ليهمش كبار و هذه صالة غادي يجي القفطان ديالنا ملبوس ندير اللون الاخر فوالا ها الركبة كيجي حتى فوق الركبة بواحد 10 سنتيم علاش لانه لتسهيل المشية كيجي بحال ما هكدا ومن هنا كينطلق الإباز نشكل من الجهة الأخرى. ألوغ غادي نشدو حنا الركبة ديالنا كنطلعو عليها بعشرة سنتيم هنا نلاقيها بخط مستقيم هاد النقطة يعني نقطة الحوض كنلاقيها مع هاد خط مستقيم. بغيتو شوية مسنتر يعني شوية مزير في جهة الركبة راه نقدر ندخل هنايا بجوج سنتيم أو لا سنتيم أو لا سنتيم ونص كنحسب الجلاية اللي بغيت. نقولو مثلا بغينا 50 أو 56 وهذه كنديرها بشكل مقوس يعني بالمسطرة مقوسة لتعديل الجوانب كنعتمدو على ما من هنا لهنا شحال عندي كنعاود نحسبها بالسنتيم ديالي في هذه النقطة فين ما جات كندير ليها خط مقوس وكنحيد هذه المسافة. نضيفوا واحد الخدمة أخرى مع هذا القفطان باش ما نبقاوش في يعني هنا راه سالي القفطاني كمام وراء عاديين أو نختار ليه الكمام اللي يعجب. حنا كنديرو كولباطو في هذا بغينا يعني كخيار أو ممكن ندير كولفي. غادي نزيد في التقويرة ديالي من هنا لهنا تقريبا 4 سنتيم حتى لستة ما بين 4 حتى لستة يعني غنحسبها نعتبرو هذا هو الخلف كنديرو فيه حنا جوج في لاباز هنا غادي نعاود ندير فيه 4 سنتيم ونقوس هذا بالنسبة للخلف. بالنسبة للأمام كنلاقيها ونزيد ليه جوج سنتيم لتحت 10 ديالها ولا 12 يعني هنا ممكن نحسب فيها الشكل اللي بغيت على حسب الثقب ديالي. حلاوتها يعني تكون مزيانة هي تبقى لي 12 سنتيم ديالي في الأمام من هنا حتى كميماتنا عاديين. الأمام بغينا نفتح راه بطبيعة الحال كنزيدو عليه سنتيم. الخلف راه كنديرو في الجهة مسدودة ونتمنى نكون لخص نفس الشكل في هذه يعني إلا ما بغيتوش عريض مسنتري بزاف راه من هاد النقطة نقدر نخدمها. بالنسبة اللي كتعاني شوية من الحوض يعني شوية كنقولو ممتلي راه نقدر نخدم من الحوض ننزل تحت منو بعشرة اثناشر سنتيم ونعاود نخدمها ونتمنى نكون وصلت لي خاص والسلام عليكم ورحمة الله.